أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة، وسعيد دائما تواجدي معك. الله يحييك أبو غازي. أبو غازي أشوف الصقر، أنا أقول الصقر. إي نعم. وأنت تقول الصقر. صقر. إيه. إي صقر طبعا باللهجة المحلية. صح. مجلة قطرية رائدة. أكيد. مستوى الوطن العربي. صحيح. هذا العدد طبعا في 2 أكتوبر 1984. 2 أكتوبر 1984. إيه؟ 2 أكتوبر سعد الحوطي ذو القدم الذهبية، منتخب الناشئين إلى الأدوار النهائية، منتخب الناشئين القطري. منتخب قطر تخطى سور الصين العظيم. هذه صورة كابتن سعد الحوطي على غلاف المجلة. صورة جميلة كابتن سعد الحوطي، بس الظاهر مصورين الصبح في الملعب. كنا الصبح هذه. طبعا بالبداية نتكلم عن البطولة الآسيوية. قطر تقتنص الخطوة الأولى بكأس أمم آسيا. في غياب نصف النجوم تألقت التشكيلة الجديدة للفريق. نتيجة تاريخية، فوز قطر على أفغانستان 8-0. 8-0. أي كرة الصين وخطة طموحة لزعامة آسيا. هذه صور جميلة لطبعا نجوم المنتخب القطري الجديد الذي حقق الأمل في الصين. إبراهيم خلفان يتابع الكرة أمام اللاعب، لاعب منتخب الصيني. هذه لقطات جميلة لي طبعا. هذه ظاهر تصفيات كأس آسيا. تصفيات كأس آسيا نعم. إيه. هني طبعا كذلك يعني صور جميلة، ولكن هني في طبعا تعليق جميل. حتى لا يصرخ المتفرجون، لم تلعب الصين في الافتتاح. هذه هي أول مرة تنظم فيها الصين بطولة كروية دولية. ورغم ذلك لم تلعب الصين في مباراة الافتتاح كما جرت العادة باعتبارها الدولة المنظمة. لما سألنا عن السبب اتضح أن يوم الافتتاح يوافق عيد القمر عندهم. عندهم عيد القمر. عيد القمر. إيه عشان كذي ما لعبوا بالافتتاح. صدق بغازي. هذه معلومة جميلة. الصين يعني متزعمة بآسيا بكل شيء تقريبا، أغلب الألعاب سلة طائرة. أيضا حتى بكرة اليد يعني مستواهم زين، وحتى يعني نتائجها بالبطولات الأولمبية بشكل عام تنافس أمريكا والصين. نعم. وعندها يعني الألعاب فردية، القدس وما القدس، يعني قوية إلا بكرة القدم. نعم. سبحان الله، وصلت كأس العالم مرة واحدة. نعم. اللي سنة 2002 لسبب أن كوريا واليابان أوريدي متأهلين. نعم. لأنهم منظمين فصار لها مكان. نعم. طبعا من عيد القمر عندهم فهد يتصورون بأن القمر في هذا اليوم من كل عام يكون أكثر اتساعا من الأيام العادية، وهو عيد قومي تحتفل به كل الأسر بإطلاق العيرة النارية وتبادل الزيارات وأكل الحلوى وإقامة السهرات. لما كان ممنوعا أن يصرخ أحد فيها، ما يصير أحد يصرخ. صحيح. إيه فقد كان من الصعب أن تقام مباراة افتتاح. طبعا هذه بعض النتائج يعني للبطولة. يعني فوز قطر على أفغانستان مثل ما قلنا 8-0، الأردن وهونغ كونغ 1-1، قطر وهونغ كونغ فازت قطر 1-0، الصين وأفغانستان 6-0 للصين، الصين فازت على الأردن 6-0، نتيجة كبيرة. صحيح. وطبعا قطر فازت على الأردن 2-0، والصين فازت على قطر 1-0. تأهلوا الصين وقطر. الصين وقطر طبعا الصين نقاط 8 وقطر 6 وتأهلوا يعني 100. صحيح. وكل واحد صار مجموعة، والصين لعبوا في نهايات كأس آسيا هذه لعبها في سنغافورة 4-8، الصين وصل النهائي وخسر بعد فوز على الكويت بالوقت الإضافي نتيجة 1-0، وصل للنهائي وخسر قدام السعودية 2-0. نعم. الكل يذكر المباراة المشهورة. هنا طبعا 6 فرق في نهائي كأس أمم آسيا وفهد. المجموعة الأولى اللي تقيمت مبارياتها في جاكرتا بإندونيسيا، وشاركت طبعا منتخبات إيران، تايلاند، سوريا، بنغلاديش. طبعا تأهلت إيران وسوريا. المجموعة الثانية تأهلت طبعا يقول لك اعتذرت معظم هذه الفرق، ورغم أن البطولة لم تنطلق بعد، اللي هي منتخبات الهند وكوريا الجنوبية واليمن الشمالي وماليزيا وباكستان. كوريا الجنوبية شاركت. اي لا يعني أغلب كوريا الشمالية يمكن. اي بس كوريا الجنوبية شاركت. أي. في البطولة وصارت مجموعة الكويت والسعودية. ايش رايك ابو غازي نطح؟ الكويت شاركت كحامل لقب في البطولة هذه. اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم ان شاء الله.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل لتكملة بقية حلقتنا، وكنا مع مجلة الصقر أو الصقر سنة 1984. نعم طبعا هذه بعض النتائج اللي قلنا، نتائج كأس أمم آسيا. نروح إلى الأخبار الثانية. طبعا هناك في أخبار جميلة أن عاصفة التغيير تجتاح نادي برشلونة، مارادونا عب مالي برشلوني أخيرا أزيح. يعني هذا طبعا تقرير عن نادي هذا المدرب في نابلز برشلونة، هذا طبعا تيري فينبال المدرب الإنجليزي أو البديل لمينوتي سيزار مينوتي. أشوف أشوف بس صورة المدرب، هذا كنا في نابلز مدرب هذا هو لا فينبال يعني يمكن مكتوبه يمكن كاتبينها غلط فينبال. طبعا هني عندنا مارادونا ملك نابولي الجديد، هذه صورة لمارادونا بعد ما انتقل من برشلونة إلى نابولي. خلينا نشوف خبر شو يقول. يقول في محاولات لإعطاء مزيد من الراحة للنجم المدرب مارادونا، سعى ناديه الجديد نابولي إلى شراء فيلا لإقامته فيها في إحدى ضواحي نابولي تطل على منطقة جميلة في تل بوسيليبو مكونة من 15 غرفة. 15 غرفة. إيه نعم، ويبلغ إيجارها الشهري 18,000 دولار. كان مارادونا قد شكى من الضوضاء التي يحدثها المشجعون خلال إقامته في أحد الفنادق الفخمة. يتحمل نادي قيمة الإيجار، في حين يتحمل مارادونا الملقب بملك نابولي الجديد تكلفة الذين سيعملون في الفيلا. يعني هذا خبر جميل. وفي خبر طبعا تذكر لاعبة التنس الشهيرة يعني في ذاك الوقت اللي هي نفراتيلوفا إيه؟ هذا طبعا أنا كنت أتابعها. صحيح. يعني بس عسى الله يرحمه ويغفر له متعب الذاير، كان هو اللي خلانا نحب التنس. يعني كان يحط مباراة التنس ما ندري احنا شو النتيجة ومتى يعني، بس العالم من يصفقون ندري انه حقق نقطة يعني. طبعا هذه خبر نفراتيلوفا حصلت على $2 مليون جوائز، تليها الأمريكية العالمية رقم 2 كريس ايفرت، ومجموع جوائزها كريس ايفرت اي نعم نص مليون. وهذا طبعا تقرير عن خبر. صحيح. عن السنة هذه كانت منافسة بين نفراتيلوفا وايفرت بالنسبة للنساء، وبالنسبة للرجال كانت منافسة بين ايفان ليندل وجون ماكنيرو، يعني كانت منافسة بينهم في فترة الثمانينات. نعم صحيح. طبعا ننتقل الى لقاء اللاعب سعد الحوطي، هذا طبعا محمد. هذا طبعا لقاء مجلة الصقر مع اللاعب سعد الحوطي. كويت يا بنت ولد سمت الحوطي سعد. نعم طبعا هذا الكابتن مونديالي سعد الحوطي ذو القدم الذهبية، عميد منتخب الكويت الوطني والعسكري ونادي الكويت السابق. يقول إصابة دراهم كانت فرصة لانضمامي للمنتخب، اعتزلت اللعب بعد أن حققت أحلى أمنية. صحيح. أعترف بأبرز عيوبي وهو عدم إجادة التسديد على المرمى. صحيح. يقول طبعا قضى 14 عام في الملاعب، لعب خلالها اكثر من 80 مباراه دوليه ما شاء الله، اهمها مباريات نهائي كاس العالم 1982 باسبانيا، ونهائي دوره موسكو اولمبيا 1980، ونهائيات اسيا السابعه في الكويت والسادسه في ايران، وثلاث دورات من دورات الخليج العربي اللي هي الثانيه والثالثه والرابعه، ودورتين الالعاب الاسيويه الثامنه والتاسعه في ايران والهند، وتصفيات كاس العالم 78. طبعا الكابتن سعد الحوط احنا داهمنا الوقت، بس الكابتن سعد الحوط لو بنتكلم عنه يمكن يبين لنا حلقات. هذه طبعا صوره كذلك، صوره جميله للكابتن سعد الحوطي. سعد الحوطي يعني بس طبعا كابتن سعد الحوطي الكابتن المونديالي، يعني كابتن منتخب الكويت بكاس اسيا، اول بطوله ياخذها فريق، اول فريق عربي، اول كابتن عربي يرفع كاس اسيا الكابتن سعد الحوطي. نعم. وسعد الحوطي اول كابتن عربي من اسيا يوصل للعالم. نعم. بطوله كاس العالم. هذه طبعا وصلنا التجوري. التجوري هذه الصقر عاده في الغلاف الخلفي يحطون طبعا صوره للاعب او منتخب او نادي. هذه طبعا منتخب العراق للناشئين ثاني المجموعه الاولى لبطوله كاس اسيا للناشئين. هذه للناشئين اي 84. خلينا نشوف 84. خلينا نشوفهم هات يعني عشان الوقت بس. اي تفضل. طبعا في مجموعه الكابتن حبيب جعفر، ايضا اللي عرفتهم اقول لك انا، ليث حسين تحت اللي عند الكرة تحت الكرة، ومجموعة من اللاعبين منتخب العراقي طبعا شكلوا فيما بعد ركيزة أساسية للمنتخب العراقي، مع الصورة الجميلة للمنتخب العراقي الشغير. نصل أعزائي المشاهدين لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.